نهاركم سعيد. أنا الدكتور مازن فقي، واليوم رح نحكيكن عن حالات العقم. العقم هو عدم القدرة على الإنجاب بالرغم من المحاولة الجدية على فترة أكثر من سنة. إذا المرأة كانت أكثر من 35 سنة، الفترة منعتبرها 6 أشهر. هلا بغض النظر عن الفترة يلي عم تحاولوا فيها، إذا أي مرأة إجت لعنا عم تطالب إنها تشوف قدرتها على الإنجاب، لازم نهتم بالموضوع وما نأجل الموضوع أبداً لست أشهر أو سنة. عادة أسباب العقم ممكن تكون يا 40% من المرأة أو 40% من الرجال أو 20% من الحالات بتكون من المرأة والرجال مع بعض. نسبة العقم بلبنان بتساوي 2.3% حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وهيدي النسبة ما ارتفعت أبداً من 1990 لهلأ. السبب يلي معظم العالم بتفكر إنه النسبة ارتفعت هو إنه العالم بلشت تتأجر الفترة يلي ممكن تجيب فيها أولاد، وهيدي الأسباب ممكن ترجع يا لشغل أو تأخير الزواج أو إنه لأسباب مادية. مشاكل العقم عديدة. المشكلة ممكن تكون من الرجال، أو مشكلة إنه ما في إباضة، أو مشكلة عضوية بتركيبة الجسم عند المرأة، أو مشكلة بعنق الرحم، أو حتى مشاكل نادرة متنوعة ما بتصيب إلا عدد كتير قليل من النساء. الخطوات الأولى اللي لازم نعملها نحن كأطباء مع كل مرضى العقم هي: أولاً التاريخ السريري، نسأل عدة أسئلة ومنشوف إمكانية المشاكل اللي حكينا عنها. من بعدها ممكن نطلب فحوصات مخبرية مثل فحص البذري، ممكن نشوف مخزون الإبادة، ممكن نعمل تست تنشوف إذا صار في إبادة، ممكن نشوف تفتيح الأنابيب، وممكن حتى نلجأ إنه نشوف إذا في أي مشاكل بتكوين الرحم. ومن بعدها ممكن نطلب مجموعة هرمونات تعطينا فكرة أزبط عن المشاكل يلي عم تواجهها المرأة. المرة الجاي رح نحكيكم بالتفاصيل عن كل هيدي المشاكل بفيديو جديد مع معلومات جديدة. شكراً وباي باي.